السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على تفاصيل حسم بين المدرب ورياض محرز الفتى الصغير الذي لا يعرف وطنه. يعني تما كيما هكا تما الناس يتقارع واش كاين غادي هذا راه من 2018 هذا راه من 2014 هو يلعب مع ليكيب ناسيونال. هذا الجزائر دار فيه مزيه داته الكوب ديمون، الجزائر دار فيه مزيه ماشي ودا الجزائر. كان اللي قال لك بلي هو اللي بين الجزائر وتربع غادي الجزائر داته كوب ديمون دا. كان باقي سفير في المباريات التحضيريه لكاس العالم، كان باقي واحد البانجور ولا قريب شهر. جا اول مباراه نعقلو كونت سلوفينيا في مع تمين وقيله في انجليز ولا مع تمين لعبنا، دخل لعب هو وعطى اسيست للغيلاس خو نبيل الغيلاس هذاك عطى اسيست مركاها. نعقلو لها مليح انتم ما يتهبلونا ضربوك ولا كيتبالكم. والله اللي يشوفكم كيما تحسبوا بلي راكم حاسبين بلي كاع ما كاش ناس بلاص تعرف بلي هذا جا جابوه جاودوه جاوه كوب دي موند لعب 71 دقيقة، لعب واحد 62 دقيقة هكا ولا 65 دقيقة كوب دي موند. الجزائر ديتها أنا جاري رد على واحد قال لي راك غالط، قال لي ماك عارف والو غير اسكت، قال لي محرز هو اللي بين الجزائر. صح 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 الجزائر كاع ماشي باينة، الجزائر ما عندهاش ديروا على معطاوي. نهار اللي قال لهم الجزائر ما عندهاش تاريخ في كرة القدم تا جا لونترينر، ديروا على مؤمن كيما نهار اللي قال لهم تا جا هذا لونترينر باش يغرس الوطنية في الجزائريين. أنا رديت عليك في وقتها، رديت عليك في 2020 قلت لك راك غالط، مي كانت هايشير وكانت التقديس وكانت العبودية قلت لك راك غالط. أنا الوقت فوت لارمي تاعي نورمال أنايا في 94 95، شكون هذا؟ غالطينا. على هذه نقول لكم بلي يا ودي هذا انا ضد هذه تاع الاستماع نورمالمون قائمه يحطوا في القائمه المواس تاعها وبعد يشوفوا لا راه مليح يديرها في القائمه الرسميه تاع 23 ولا 25 جوار. فما قال بغا يجي صح ما بغاش يجي يعاودوا يبدلوا يجيبوا من الريزيرف من القائمه من الاخرى لا ليست تاع الريزيرف يجيبوا واحد في بلاصتو. صحيح هذه هي حطوا قائمه هكا وخليه يدير الدراما ويخلو مصطفى معزوزي وخلو معطاوي وخلو الاخر يكسموه ذاك مسيلمه الكذاب وبو كلبه وشينويه خوان الصبابيط قولوا لهم يخرجوه. عليكم ما بغاش يجي مصطفى باش مليحه وعلى جا لونترينر يربح. انا نعرفوه انا نعرف بلي يمثل الجزائر ما يمثلش مدرب كيما ذاك بو كلبه نهار اللي ولا يعاير في بو نجاح يعاير في بن طالب ويعاير قال ولا جاو كيما لونترينر تاعهم دار فيهم خير ايا هو راحوا ما جاو. اودي هذو مثلوا الجزائر راه ها انتم كي بغيتوهم تا انا ما فهمتش بغيتوهم ما يجوش مدرب كانوا يلعبوا عند مدرب ولا كانوا يلعبوا عند الجزائر. انتم كنتوا تناصروا في الجزائر ولا كنتوا تناصروا في مدرب ها لازم تساهموا ساهموا لوحكم. انا مش انا كيما انت راك عايش راك عايش انت يا هادو كانوا يجوا يمثلوا الجزائر كانوا يلعبوا تحت يعني رايت يعني منتخب وطني جزائري ولا مدرب. ما فهمناش انتوما والله ما فهمنا والله اليوم مازال ما فهمناكم كيفاش انتوما كنتم تخدموا لها. وين مصادر اعلاميه عن تطور جديد بخصوص عوده النجم يعني النجم تاعو هذا الى صفوف المنتخب الوطني الجزائري وذلك بعد غياب دامت اكثر من 6 اشهر. ومن المرتقب ان يلتقي السويسري فلاديمير مدير الفني لمحاربي الصحراء مع هذا اللاعب في اقرب وقت ممكن من اجل وضع نقاط فوق حروف والتواصل الاتفاق يقضي بفتح صفحه جديده. اش خطر على بالكم شكون ديمو هذا محرز هذا تاعكم تهضروا هذا محرز هذا تاعكم تهضروا محرز انا تهضر لي تقول لي في مانشستر سيتي ولا في ليكيب ناسيونال كانكم تخلطين انتم على بالكم محرز مانشستر سيتي ولا ليكيب ناسيونال ولا لا بصح محرز مانشستر سيتي ولا ليكيب ناسيونال مازلنا ما فهمناش فهموا روحكم. وتشكل قضية رياض محرز نجم يعني وأهلي جدة السعودي جانب كبير من اهتمامات المدرب خلال الوقت الراهن. ريفيزات 3 خطرات
ما لقاهش ريفيزاه الاولى والزوجه والثالثه ريفيزاه ثلاث خطرات ذا محرز ريفيزا لونترينر ثلاث خطرات مواعيد ثلاث مواعيد اجيلا ثلاث مواعيد ماليش عارف علاكم تجرو مورا ويلاجة يقدم من 100% ماشي كيما كان يدير ذاك لونترينر يلعب مع الظلية كيف ما كيلعب يلعب بيه فماك نورمال هذه هي يقار على التاريخ يعاد يقار على الحلم تاع كونت نيجيريا يماركيلها باش تعاود مع محرز ومع هذولا كنت تهضروا عليهم مع موريتانيا ولينا نجرو مور التعادل مع بوركينا فاسو مع موريتانيا ولينا نجرو بعد مور التعادل تعادل ولينا نفرحوا تعادل ولينا نفرحوا قال لك كنا نخسروا مع بكري راكم باغيين تعاودوا كيما بكري كنا نخسروا يا ودي جاية مع غينيا استوائية مع بوركينا فاسو ما ربعتهاش تا مالك بوركينا فاسو ولينا نجرو مور التعادل موريتانيا ولينا نجرو هيا من بعد تسيب الناس لك في السطورية في التيك توك توحشتوا بكري كنا نخسروا يا توحشتوا هاو ما غيام سعودي مع موريتانيا ها هنايا مع الكاميرون هاو عطال الدودة راه طرواوت ومخلي واحد من دخل قلب كاع البارتية واو لله واو لله رانا غالطين ولا مش انا غالطين ولا رانا غالطين يقول لكم غالطين واو لله زمان نشهر مع البارتية مكاليفين كوب دي موند ايا خلاكم في حلم خلاكم في حلم ميل في المقروطة يعني خليكم قاعد كل واحد ينبح بنباحه وعاد يقول عندي حقائق انثارتينو كيما ديك الحماره الناشفه هذيك راني عاقل بعد ولات تمسي في الغاشي قالت لهم انثارتينو قلنا حطوا الملف وروح انثارتينو قال لهم حطوا الملف وقال لهم روح انثارتينو خرج خاف من مشاكره وخاف من ذاك اللي يغسل لك الكلاب وسيلام الكذاب وهذيك الحماره الناشفه هي خاف منهم قال لهم شوف حطوا الملف وروحوا ما تديروليش لصقه والماتش تدو واه فلاديمير الذي اشرف على المنتخب الجزائري في 4 مباريات حتى الان لم يعتمد تماما على هذا اللاعب والذي وجد نفسه مستبعد خلال فتره توقف الاخيرتين في مارس وجوان الماضيين وتسبب غياب هذا اللاعب في غلاف كبير بالساحه الكرويه الجزائريه خاصه وان النجم الاهلي خرج لوجهه بعد استبعاده الاخير معبر عن استغرابه لعدم نيله الثقه فلاديمير كذاب كذاب ودار فتنه كبيره هذا محرز كذاب ودار فتنه كبيره بهذاك البايه اللي داره من خسرنا ولا كل يوم يدير تصاوير يضرب في الشوا ومين ربحنا ولا التصويره ووفق لما نقله عن موقع يعني مصادر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم فإن فلاديمير يضع ومن الآن اسم رياض محرز في القائمة الموسعة المعنية بالفترة التوقف الدولي المقبلة في سبتمبر وربطت من يعني ببيان تراجع المدرب عن موقفه متشدد تجاه يعني هذا اللاعب وصف يعني بعجز الطاقم الفني على ايجاد بديل على نفس المستوى الصاحب بالقدم اليسرى يعني وصلنا في نار كوب دافريك تاع 2022 وتاع 2024 محرز بعد المباراه تاع كولومبيا في فرنسا من فماك محرز كنا نشوفوه في مانشستر سيتي والناس تعاير غوارديولا هذا مكان مع المنتخب الوطني ولا حدث ولا حادث انا اقول لك يعني بالرغم من تراجع مستواه وبعض الشيء يجي بجانب الزياده الواضحه في وزنه يبدو انه يبقى يعني خيار الافضل والاول في مركز جناح الايمن مهاجم وبناء عليه سيبذل اتحاد الكره قصر جهدي لترتيب هذه الاجتماع في وقت مناسب بس على شكاين على انا ما فهمتش على لازم يجتمع او يدير القائمه يعيط له صايب هو على ريفيزات ثلاث خطرات هو على ريفيزات ثلاث خطرات على راي ريفيزي على راي ريفيزي هو يقولوا لنا انتم قولوا لنا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وفانيك تفعيل جرس
ودائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم.